أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن أمن واستقرار المنطقة يواجه تحديات كثيرة وخطيرة وفي مقدمتها انتشار الإرهابيين سواء الذين يتلقون الدعم من قبل بعض الدول أو الذين ترعاهم جهات غير حكومية عنيفة في المنطقة وأضاف معالي وزير الخارجية في كلمته أمام حوار المنامة في دورته الثالثة عشرة أن الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية رفضت القيام بأي دور إيجابي في بناء اليمن وانقلبت على النظام الشرعي وسعت لتاسيس دوله ارهابيه خاضعه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوه. منوها معاليه بالدور الهام الذي تقوم به المملكه العربيه السعوديه في توفير وتيسير المساعدات للمناطق المتضرره من خلال مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. وأشار معالي وزير الخارجية إلى ما يقوم به حزب الله الإرهابي في الجمهورية اللبنانية حيث يقدم نموذجا لما يمكن أن يحدث في حال سيطرت منظمة إرهابية على زمام الأمور وتحكمت في القرار السياسي، إذ لم يحترم قوانين وعادات لبنان ولم يلتزم بإرادة الشعب اللبناني، وإنما يتلقى أوامره من إيران ويعد سببا رئيسيا في استمرار الأزمة السورية، ويقوم بتهريب الأسلحة والمتفجرات وتدريب الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية. في مملكه البحرين ودوله الكويت وغيرهما من الدول مشددا معاليه على انه لا يمكن ان يظل هذا الحزب في ممارساته الارهابيه في كل مكان دون رادع واوضح معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه ان القرارات التي اتخذتها مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده وجمهوريه مصر العربيه بشان مقاطعه قطر جاءت بعد ممارسات قطريه امتدت لعقود واستهدفت امننا واستقرار اوطاننا ومحاولات لتقويض الامن الوطني والسلم المجتمعي في مملكه البحرين وقلب نظام الحكم بمساعده اطراف مرتبطه بها. إضافة إلى تمويل العمليات الإرهابية في دول أخرى مؤكدا معاليه أن اللجوء كان دائما للحوار الأخوي والهادئ وبالتعاون الوثيق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل الحفاظ على وحدة دول المجلس لكن دون جدوى ودون أن تتوقف هذه الممارسات الإرهابية فكان لابد من التصدي بحسم لهذه السياسات والممارسات العدائيه والارهابيه مع استعداد الدول الاربع لاعاده علاقاتها مع قطر الى ما كانت عليه من قبل شريطه ان تلتزم قطر بالاتفاقيات التي وقعت عليها بالفعل وتوقف دعمها للارهاب وتقويضها لبلداننا وتدخلها في الشؤون الداخليه للدول الاخرى. واشار معالي وزير الخارجيه الى ان التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده امر حيوي لضمان امن وسلامه الخليج العربي وما له من اهميه حيويه للامن والسلم الدوليين مشددا معاليه على ان الاحترام المتبادل لسياده الدول والتزام جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخليه من اهم خطوات اعاده الامن والاستقرار للمنطقه وجدد معالي وزير الخارجيه موقف مملكه البحرين الداعم للجهود التي تقوم بها الحكومه العراقيه برئاسه دوله الدكتور حيدر العبادي لتخليص المناطق التي كانت تحتلها داعش من بقايا الارهابيين وضمان عوده سكان الموصل الى ديارهم وانتقد معالي وزير الخارجيه الدور الذي تقوم به ايران مؤكدا انها من اكثر الدول التي تقوم بتقويض الامن في المنطقه وزعزعه الحكومات ودعم الميليشيات الارهابيه لتنفيذ اجنده خاصه بها حيث انها في اي لحظه تستطيع ان تحرك عملاءها للقيام بعمليات ارهابيه وهو ما نراه جليا في اليمن وفي سوريا وايضا في مملكه البحرين عبر ما يحدث من تخريب وارهاب ايراني. وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على الفارق الشاسع بين الشعب الإيراني الذي يتمتع بتاريخ طويل وثقافة غنية وبين نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يعرقل تقدم إيران نفسها حيث يقدم توسعه الإقليمي على حساب رفاهية مواطنيه مشيرا معاليه الى انه لو كفت ايران عن محاولاتها لتصدير ثورتها والتزمت بالمبادئ والقوانين الدوليه المتعارف عليها وقررت العوده الى صف الدول المسؤوله في المجتمع الدولي ستستفيد المنطقه باسرها وأعرب معالي وزير الخارجية عن ثقته في التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول، ويعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعدم المساس بها. وعلى ان تكون القدس الشرقيه هي ارض محتله يجب انهاء احتلالها مشيرا الى انه لا يمكن ان نبني بلدانا حديثه على اساس ادعاءات قديمه حيث سنواجه في هذه الحاله مطالبات عده الواحده تلو الاخرى ولن نحقق ابدا سلاما دائما في هذه المنطقه واكد معالي وزير الخارجيه على اهميه الحفاظ على الدور المحوري للولايات المتحده الامريكيه للتوصل الى حل الدولتين استنادا الى قرارات الشرعيه الدوليه ومبادره السلام العربيه. وشدد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه على ان الممثل الوحيد للشعوب هي الدول وليس المنظمات الارهابيه وان المنطقه لن تشهد استقرارا دائما الا بعد القضاء على هذه الجماعات والميليشيات الارهابيه. لطالما أوعز منتدى حوار المنامة إلى نفسه مراجعة القضايا والمواضيع التي تصدرت المشهد السياسي لحظة حدوثها، ملفات لا زالت ترزح تحت وطأة صفيح ساخن لم تخف حرارته، تلفح ناره البلدان والشعوب لتدفع ثمن ذلك حياتها وحريتها ونماء بيئاتها على الوجه الذي ترنو إليه. تطرف الفكر مرض لا بد وان توفر الادوات الراميه الى الشفاء منه للتخلص من تبعاته وتماسك العيدان خير واقوى من تفرقها حتى لا تكسر نحارب الارهاب والارهابيين ان كانوا مدعومين من دول او ان كانوا مستق بروحهم ويجب او ايضا ان نبني نتخذ خطوات ثقه ما بين الدول حسن الجوار احترام الحدود عدم التدخل عدم تصدير الثورات عدم ارسال المحاربين وتهريب الاسلحه والمتفجرات. اذا وصلنا لهذه ساعتها بنقدر نقول نتخذ الخطوه الاولى لبناء الثقه عشان المنطقه تعمل مع بعض كل المنطقه. لا يباع الامان ولا يمكن شراؤه بل يصنع بحنكه السياسه قبل ان يتم فرض اللغه العسكريه الا في مواجهه الترهيب فان الوضع مختلف تماما. اذ لا بد من احلال مقاربه مطلقه ما بين الرد السياسي والعسكري ووضعهما بالتساوي على خط ينطلقان منه نحو القضاء على ارهاب متعطش للدماء ومفتت لكيانات العديد من الدول. انا اعتقد الان على قوى الاعتدال العربيه قوى الاعتدال العربيه حكومات الاعتدال البحرين السعوديه الامارات مصر أه... الأردن طبعا أن تجي تأتي وتضع خارج الطريق كيف يحجم التطرف في في منطقتنا وكيف نخرج من الأزمة الطائفية السياسية حول إنشاء هيكل أمني إقليمي مستقر دار الطرح أيضا بل واستفيض بوجوب تقديم التنازلات وسن التحالفات المشتركة من أجل تحقيق المصلحة المرجوة في إعادة الروح ولو جزئياً لجسد الاقليم المنهك إنشاء الهيكل الأمني المستقر هو من ضروريات وضع مستقبل هذه المنطقة. ولكن يجب أن يبدأ البحث على صعيد محلي وصعيد إقليمي وصعيد يعني عربي عربي في البدء خليجي خليجي في البدء حتى نفهم ما هو هذا التصور وكيف يمكن البناء عليه إقليمياً وما هي عناصر دعمه والمشاركة فيه عالمياً. أعتقد أنت إذا شكل ما يقولون الغرب. ستاند يور جراوند ثبت في مكانك ونحن ثابتين في مكاننا واقفين المجد في على مبادئنا على قيمنا اللي اللي نشوفها صح وهي الصح مكافحه الارهاب وايقاف التطرف والعمل على رخاء ورفاه شعوبنا متحدثون من عشرين دولة جابت مناقشاتهم سماء منتدى حوار المنامة في يومه الثاني وعبر منصة أولى جلساته القيمة جلسات قيم المتحدثون عبرها مدى تفاقم الوضع المتوتر في الإقليم منادين في الوقت عينه إلى ضرورة توحيد الردود السياسية والعسكرية المؤدية إلى نجم صوت التطرف وإبطال أهدافه التخريبية لتلفزيون البحرين محمد رشادات